السلام اخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو. في هذه الحصه دي ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين رقم 66 بالنسبه للحسابيات في المجموعه زد. التمرين هذا اللي قال لك ا و بي و ان اعداد طبيعيه غير منعدمه، حيث ان ا يعني ان ينتمي الى المجموعه ان اطوال، بحيث ان ا كيساوي ليا هو 11 ان زائد 3 و بي كيساوي ليا هو 13 ان ناقص 1. مزيان، في السؤال واحد قال لك بين ان كل قاسم مشترك للعددين ا و بي يقسم العدد 50. وهذا كان من يعني هذا النوع ديال التمارين شناه، يعني الى لاحظتي معايا في التمارين الاولى كنت عطيت لكم على شكل تمارين هذا السؤال، هذا على شكل تمارين كيفاش كتبين. يعني دابا الى كنتي شتي هذه الاسئله الاولى تقدر تحلو يعني ببساطه. اذا هنايا غادي نبينوا بلي كل قاسم مشترك، يعني اذا كان دي كيقسم ا، يعني دي قاسم مشترك ما بين ا و بي، راه دي قاسم العدد 50. مزيان، اذا هنا نعتبر دي قاسم مشترك للعددين ا و ب. مزيان، يعني ان د يقسم ا و د يقسم ب. هادشي اللي كيعني ان د يقسم شنو هي ا، هي 11 ان زائد 3، و د يقسم ب شنو هي ب، هي 13 ان ناقص 1. مزيان، هاد الفوقانيه نضربها في 13 و التحتانيه نضربها في 11 باش نتخلص من هاد ان هذا. يعني د غيكون كيقسم ليا 13 مضروبه في هاد الفوقانيه اللي هي 11 ان زائد 3 ناقص هادي نضربها في 11، 11 مضروبه فاش 13 ان ناقص 1. مزيان، اذا بالنسبه لهنا بديت من ان دي يقسم ا و دي يقسم ب، ودابا فين وصلت لان دي يقسم 13 في 11، ماشي مشكل واش نحسبها ولا لا، 13 مضروبه في 11 ان، و 13 في 3 13 و 13 26 و 13 عطيك 39. اذا نحسبها انا بآلة حاسبة، 13 في 3 هي 39. اذا هنايا زائد 39 ناقص هنا 11 في 13 ان، وهنا ناقص 11 ناقص 1 يعني زائد 11. هنا لاحظ معايا عندي 11 في 13 ان ناقص 11 في 13 ان، فهذه مع هذه تختزلات، يعني ان دي يقسم ا و دي يقسم ب. هادشي اللي كيعني ان دي يقسم هنا 39 زائد 11، هنا عطي واحد الواحد غتولي 40 زائد 10 اللي هي 50. اذا كل قاسم مشترك لعددين ا و ب راه يقسم العدد 50. مزيان، هذا كان بالنسبه للسؤال رقم 1. نشوفوا دابا بالنسبه للسؤال الثاني اللي قال لك باستعمال خوارزميه اقليدس. اذا هنا عطانا واحد المعادله وغنستعملوا فيها خوارزميه اقليدس باش نجبدوا الحل الخاص، من بعد نجبدوا الحل العام لهذا المعادله هذه. السؤال الثاني اللي قال لك باستعمال خوارزميه اقليدس جد حل خاص للمعادله شنو، 50 اكس ناقص 11 y كتساوي 1. وحل في زد مسيدنا المعادله 50 اكس ناقص 11 y كتساوي 3. حنا نشوفوا يعني ببساطه تنتقل من الحل الخاص ديالي تجبد الحل الخاص ديال هادي، ولكن نجبدو بعدا الحل الخاص ديالي باستعمال اش، استعمال خوارزميه اقليدس. غنجي نقسم 50 على العدد 11، يعني بحال اللي كنقلب على بي جي سي دي ديال 50 و 11. قسم 50 على 11، ف 50 غتساوي ليك هي 11 مضروبه في اش، هنا نضربوها في 4 تعطينا 44، يعني 11 في 4 زائد اش باش نوصل، يعني 44 باش نوصل ل 50 زائد 6. دابا نقسم هاد 11 هادي على 6، ف 11 كتساوي ليا هي 6 في اش، في جوج غتعطيني 12 كبر منها. اذا هنا 6 زائد اش زائد 5، يعني 6 في 1 زائد 5. دابا ندير القسمه ديال اش ديال هاد 6 هادي على 5، ف 6 غتعطيني هي 5 في 1 زائد 1، عاوتاني 5 ندير ليها القسمه على 1، ف 5 كتساوي ليا 5 في 1 زائد 0، حيت 5 هي 5 في 1 زائد 0. وصلنا ل 0 صافي، راه البي جي سي دي ديال العددين 50 و 11 هو 1. وهنا نزيد نتاكد عندك الاولى 11 في 4 زائد 6 كتعطينا هي 50،
اذا هنايا هذا اخر سطر ما نحتاجوش صافي، حيت انا خصني هذا الواحد كنهتم بهذا الواحد كيساوي دلالة 50 و11. اذا انا خصني هذا الواحد هذا. اذا غادي نبدا غادي نبدا هنا مثلا، عندي هذا الواحد جبد لي الواحد من هنا فواحد راه كتساوي لي اش؟ واحد كتساوي لي 6 ناقص 5، يعني واحد شحال كتساوي لي؟ 6 ناقص جبد لي 5 من هنا، 5 راه هي 11 ناقص 6 هي 11 ناقص 6، يعني واحد كتساوي لي 6 هنا ناقص 11 وناقص 1 في ناقص 6 هي زائد 6، يعني واحد كتساوي لي 6 في 2 ناقص 11. مزيان، يمكن لي نجبد هاد 6 عاوتاني من هنا، فواحد عاد تساوي لي هي 2 مضروبه شنو هي 6 من هنا؟ هي 50 ناقص 11 في 4، 50 ناقص 11 في 4، وما تنساش هاد الناقص 11 اللي كاينه. اذا هنا بغينا نكملو، فواحد شحال كتساوي ليا؟ 2 في 50، 2 في ناقص 11 في 4 هي ناقص 8 في 4، وهنا ناقص 11. مزيان، اذا هنا واحد شحال كتساوي ليا؟ هنا شكون سبق 50، اذا واحد كتساوي ليا 2 في 50 وهنا ناقص 8 في 4 ناقص 11. شمن 4 هنا صديقي، هنا كاين 11، لاحظ معايا 2 في ناقص 11 في 4 هي ناقص 8 في 11، ف ناقص 8 في 11 ناقص 11 هي ناقص 9 في 11. اذا شنو الحل الخاص؟ هو 2 واش وناقص باش حتى الناقص كاينه، حتى الناقص كاينه، اذا ندي غير داكشي اللي نضرب في 11 في ناقص 11 حيت حتى الناقص كاينه، اذا 2 في 9. الحل الخاص لهذه المعادله في استعمال خوارزميه اقليديس، الحل الخاص هو شنو؟ الزوج 2 9 صافي. اذا يمكن لك تاكد عوض اكس ب 2، هانتي 50 في 2 ناقص 11 مضروبه في 9 فكتعطيك هي 1. اذا الحل الخاص لهذه المعادله هذه هو 2 9، الزوج 2 9. اذا هنا 2 وهنا 9، هذا هو الزوج، ونكتب له الحل الخاص هو 2 9. ولكن لهذه المعادله الحل الخاص هو الزوج 2 9. مزيان، دابا عاوتاني قال لي شنو؟ قال لي نحل المعادله الثانيه اللي هي 50 اكس ناقص 11 ايكغيك كتساوي لي 3. باش نحل هذه المعادله شنو خصني؟ خصني الحل الخاص هو اول حاجه نجبدها ياك، وانا جابت الحل الخاص لهذه المعادله. شنو الاختلاف ما بين هذه المعادله وهذه المعادله؟ هنا كاينه 3 وهنا كاينه 1، يعني الا ضربت هذه في 3 غتحصل على هذه. كيفاش؟ عيف عيف انني نجبد الحل الخاص. لاحظ معايا عندي 50، لاحظ معايا عندي 50 مضروبه فاش؟ مضروبه في 2 ناقص 11 مضروبه في 9 شحال كتساوي؟ 1. ضرب هادشي كامل في 3 غتولي 50 فاش؟ في 2 في 3 اللي هي 6 ناقص 11 مضروب فاش؟ في 9 في 3 اللي هي 27 كتساوي 3 في 1 اللي هي 3. اذا من هنا من هذا الحل الخاص لهذه المعادله قدرت نجبد الحل الخاص لهذه المعادله، ها هي 50 في 6 ناقص 11 في 27 كتساوي 3. اذا الحل الخاص ديال هذه المعادله هذه شنو هو؟ هو 6 27. مزيان، اذا الحل الخاص ديال المعادله هو 6 27، اي ضربت هذا الحل الخاص هذه في 3. اذا جبت لي الحل الخاص، دابا نقدر نحلها في المجموعه زيد وكار. غادي نحط عندي المعادلات بجوج، عندي 50 اكس ناقص 11 ايكغيك كتساوي 3، وعندي 50 6 ناقص 11 27 كتساوي 3. دير لهم الطرح، دير هذه ناقص هذه، فعندك 50 اكس ناقص 50 في 6 هي 50 عامل اكس ناقص 6، وعندك ناقص 11 ايكغيك ناقص ناقص 11 في 27، فتعمل بناقص 11، ناقص 11 عامل ايكغيك هنا ناقص 27 كتساوي غير بحال اللي تخطيت مرحلة أنني ندير هادي ناقص هادي وندخل الناقص حيت ما عنديش المساحة، فأنا 3 ناقص 3 غتعطيك هنا 0. دي هادي الطرف الثاني، فغتخرج فاش؟ غتخرج بأن 50 عامل إكس ناقص 6 شكتساوي ديك؟ 11 عامل إيكغيك ناقص 27.
وإلا لاحظتي بخوارزميات إقليدي شنو خرجنا؟ خرجنا في أن البي جي سي دي 50 وحداش شحال هو؟ هو واحد. مزيان، دابا راه 50 كتقسم لينا 11 عامل إيكغيك ناقص 27، وحداش راه كتقسم لينا 50 عامل إكس ناقص 6، خدم اللي بغيتي. هنا عندي 50 مثلا كتقسم لينا شنو؟ هاد 11 عامل إيكغيك ناقص 27. مزيان، وعندي البي جي سي دي 50 وحداش كتساوي واحد، نستخدم مبرهنة غوس. هادشي اللي كيعني ان 50 شنو كيقسم؟ يعني 50 كيقسم 11 في هاد ايكغيك ناقص 27، 50 و 11 اوليا، اذا 50 كيقسم ايكغيك ناقص 27 بمبرهنة غوس. هادشي اللي كيعني ان ايكغيك ناقص 27 راه كيساوي 50 ك، حيت ان ك كينتمي للزيد. حولت هاد القسمة هادي على شكل مساواة، يعني 50 يقسم ايكغيك ناقص 27، هادشي اللي كيعني ان ايكغيك ناقص 27 راه كيساوي 50 ك. مزيان، دابا هاد إيكغيك ناقص 27 اللي كاينة هنا غنجي نبدلها ب 50 ك، علاش؟ باش نجبد ليا الإكس، هادي نخليها عندي حيت غنمسح شي لاخر الحساب نكتب، فهنا لاحظ معايا تولي عندي هنا 50 عامل إكس ناقص 6 شحال كتساوي ليا؟ 11. شنو هي إيكغيك ناقص 27؟ هي 50 ك. ومن الطرفين تمشي 50 مع 50، ففاش غنخرج ان اكس ناقص 6 كتساوي ليا 11 ك. مزيان، دابا غادي نرجع نكتب عندي هاد الشروط ديال الحوايج اللي خرجوا ليا باش نجبد اكس و واي. انت المهم عندك الترتيب، اما الطريقه راه هي هاد، يعني خصك ترتب داكشي نقاد. اذا هنا اكس ناقص 6 كتساوي 11 ك، و واي ناقص 27 كتساوي 50 ك، حيث انك كتنتمي للمجموعات. دابا نجبد اكس و ايكغيك ونعطيه الحل ديال هاد المعادله هادي. اذا انطلاقا من هنا راه اكس كيساوي لينا هو 11 ك زائد 6، و ايكغيك راه كيساوي هو 50 ك زائد 27، اي ان حل المعادله الى سميت هادي بالمعادله او، حل المعادله او هو الزوج. شنو حل هاد المعادلة؟ هو الزوج، ولا لاش ما نكتب الزوج، مجموعة حلول المعادلة او شنو هي؟ هي اكس بحيث ان اكس هو 11 ك زائد 6، ايكغيك بحيث ان ايكغيك هو 50 ك زائد 27، بحيث ان ك ينتمي الى المجموعة زد. مزيان، اذا هكا حنا شنا السؤال الثاني بالنسبة للتمرين رقم 66. دابا نجي نشوفو السؤال الثالث، السؤال الثالث اللي قالك استنتج قيم ان التي يكون. السؤال الثالث والرابع صراحة نفس السؤال، يعني نخرج معاك الثالث والرابع غادي تحلو نتا بوحدك باش ما نضيعوش الوقت، ما نكونوش غير كنضيعو الوقت شي حاجة اللي غنكونو يعني تقريبا حلينا، يعني حلينا بحالة يعني راه حلينا. إذا هنا قالك استنتج قيم ان التي يكون من أجلها البي جي سي دي ديالك أو ب هو 50. إذا هنا نمسحو هادشي، جبدو ان بحيث ان البي جي سي دي او بي هو 5. دان السؤال الثالث ولا الثالث، قيم ان حيث بي جي سي دي ديال او بي يساوي 5. السؤال الموالي سؤال 4 كيساوي 25، غتجبد ان، يعني غتجبد بنفس الطريقه. إذا هنا البي جي سي دي ديال أو بي كيساوي 50، هادشي اللي شنو كيعني؟ أن 50 كيقسم أ و 50 كيقسم ب، هادشي اللي كنعرفو كيعني، ياك؟ إذا هنايا بي جي سي دي أو بي هو 50، أي أن 50 يقسم أ و 50 يقسم ب، أي أن شنو؟ أي أن 50 يقسم شنو هو أ؟ أ هو 11 إن زائد 3، و 50 يقسم ب. وباش شنو هو؟ هو 13 ان ناقص 1. مزيان، هنا كتبان لي القضية مازال معنكشة ياك، فكيفاش غادي نتعامل؟ أنا خصني شي عدد نضربو في 13 ونقص منو ولا نزيد عليه شي عدد نضربو في 11 ويعطيني 1. ف 13 هنا واقيلا غنستعملو داك المعادلة، يمكن نشوف ما عطاوناش 50 تما ما غنستعملوهاش. المهم شي عدد 13 في واحد العدد ألفا زائد 11 في واحد العدد بيتا نلقاوها كيساوي 1. مزيان، خصنا نجبدو الفا وبيتا. فهنا شنو غنستعمل؟ خوارزميات إقليدس. ما
من توحل استعمل خوارزميات اقليدس انك تجبد الفا وبيتا. كيفاش؟ 13 كتساوي ليا هي 11 زائد 2 ياك. عاوتاني هنا 11 كتساوي ليا هي 2 في 10 2 مضروبه عفوا 2 في 5 زائد 1 بان ليا هذا الواحد. اذا خصني نجبد انا غير واحد كيساوي شي حاجه بدلاله 13 و 11. اذا انطلاقا من هنا شنو هو واحد؟ غيكون هو 11 ناقص 2 في 5 11 ناقص 2 في 5. يمكن لي نجبد هاد الجوج من هنا عاوتاني، يعني واحد شحال يساوي ليا؟ هو 11 ناقص 5 مضروبه في 2 2 من هنا شنو هي 2؟ هي 13 ناقص 11 13 ناقص 11 اي ان واحد شحال كيساوي؟ هو 11 ناقص 5 في ناقص 11 شحال غتعطيني ناقص 5 في ناقص 11؟ هي زائد 5 في 11 11 زائد 5 في 11 هي 6 في 11 وهنا ناقص 5 في 13 مزيان. يعني شنو هو الفا؟ هو ناقص 5 وشنو هو بيتا؟ راه هو 6 مزيان. يمكن لك تتاكد بحاله حاسبه، حنا راه مشينا بطريقه منطقيه يعني ما كاينلاش نتاكد، ولكن نتاكد 6 في 11 ناقص 5 في 13 هي 1 مزيان. اذا هنايا هذا 13 هذه فاش غنضربها؟ غنضربها في ناقص 5 وهاد 11 هادي فاش غنضربها؟ غنضربها في 6 مزيان. اذا نجيو نقولوا ليه دابا بلي دي كيقسم لينا، دي كيقسم لينا شنو؟ هاد 11 فاش قلنا نضربوها في 6 كيقسم لينا 6 مضروب في 11 ان زائد 3 وبالنسبه ل 13 فاش نضربوها؟ نضربوها في ناقص 5 هنا ناقص 5 مضروب فاش؟ في 13 ان ناقص 1 13 ان ناقص 1 مزيان. اذا هنايا دي يقسم او دي يقسم بي، يعني بي جي سي دي كيقسم او بي، يعني 50 يقسم او و50 يقسم بي. فين وصلنا؟ لان هاد 50 هذا علاش مشيت بالدي هنا ما عرفتش، قولوا 50 بي جي سي دي 50 يقسم شنو؟ 6 في 11 ما عليناش ماشي سوقنا شحال، 6 في 11 ان زائد 6 في 3 اللي هي 18 هنا ناقص 5 في 13 ان مزيان وهنا ناقص 5 في ناقص واحد يعني زائد 5. دابا نحسبوها، اجي نحسبوها، هاد 6 في 11 6 مضروبة في 11 ناقص 5 في 13 شحال غتعطينا؟ واحد. إذا 6 في 11 ان ناقص 5 في 13 ان غتعطينا هي ان. إذا هنايا 50 يقسم ان وهنا 18 زائد 5 شحال هي 18 زائد 5؟ هي 23 يعني زائد 23 مزيان. إذا بالنسبة ليا فوقاش كيكون؟ يعني شنو هما داك القيم د ان؟ اي بحيث ان البي جي سي دي او بي هو 50، هنا حول هذه على شكل مساواة يعني ان، ولا على شكل موافقة بترديد الا بغيتي، يعني ان راه كيوافق لنا الصفر بترديد اش عفوا ماشي ان، وانما هنا كاينه ان زائد 23، يعني هنا راه ان زائد 23 اش كيوافق لنا؟ كيوافق لنا الصفر بترديد 50. غير انا كنقلب على القيم د ان ماشي القيم ماشي ان زائد 23. فشنو غندير هنا؟ عندي 23 الطرف الثاني، يعني ان راه كيوافق ليا ناقص 23 بترديد 50، وكتبان ليا ناقص 23 عدد سالب. عدد سالب باش نوليه موجب في الموافقه كنزيد ليه الترديد، يعني ناقص 23 زائد 50 شحال كتولي؟ هي 27. يعني انطلاقا من هنا راه ان كتوافق لينا 27 بترديد 50، ما درت والو، غير هاد ناقص 23 زدت ليها الترديد اللي هو 27. إذا شنو هما قيم د ان؟ بحيث أن بي جي سي دي أو بي كيساوي 50، هو ان خصو يكون كيوافق 27 بترديد 50. أجي نحولو هادي عاوتاني، أنت كتكمل، أنا دايما كنقولك أنت كتكمل ما كتمسحش. شنو كيعني هادشي؟ أن وصلنا أن ان نكتبها أنت 50 يقسم أ و 50 يقسم، وصلنا لأن 50 يقسم شنو؟ ان زائد 23، وصلنا لأن ان يوافق 27 بترديد 50. اش كيعني ان ان كيوافق 27 بترديد 50؟ اي ان ان كيساوي لنا 50 ك زائد 27، وان عدد طبيعي لأن ك ينتمي الى المجموعه مزيان. اذا شنو هما قيم د ان بحيث ان بي جي سي دي او بي كيساوي 50؟ راهما 50 ك زائد 27. السؤال الموالي اللي هو السؤال رقم 4 واللي ما نديروش يعني بلاش ما نضيعوا فيه الوقت، نشوفوا شي تمرين اخر.
قال لك ما هي قيم ممكنة التي يكون من أجلها، ما هي قيم ان الممكنة التي يكون من أجلها هنا بلس 25 اتش سي زد او بي بلس 50 كيكون 25. عتجيب نفس الطريقة وعتجبد ليه داك ان كيوافق بترديد 25. اذا هكا كنكون سالينا هاد الحصة هادي، نشوفكم في حصة مقبلة مع تمرين اخر بالنسبة للحسابيات في المجموعة زد.